انتظارا واقبالا كبيرا من المخالفين، وضع ما اثر سلبا على مرجوزيه العاملين فيه وتزايد في تشكيات المواطنين من غياب الخدمات. امواج من المواطنين جاءوا منذ الساعات الاولى من الفجر، وطوافير غدت شبابيك المكتب واحتشادات هنا وهناك ليصبح المكان ساحة غاليات اشتدت فيها الضجيج، وتعالت أصوات المواطنين بالتشكيات لتحتد لديهم موجة الغضب جراء الازدحام وقلة التنظيم وضعف الخدمات وخسارة الوقت والمال كما جاء على ألسنتهم. من الستة ساعات صباحا جيت أمس ما خليت جاي شغل عندي المرمى عندي الأوراق سبونا وش راح أمس ما خليت شي كي عاد توصل للقناص أي نخش. من البدوي الكربي ذكر بوقت وانا عندي 40 تو لك على خدمه بطل مش سبحان الله بطل فين والله تو سنين تو ياخذ لي تدريب بطل نمشي ونجي من هوايه المسؤوليه السبيطار نمشي جاي وحتى ما جابوش تمرين بعد مش سمعت بدا الدنيا كيف ما عملت بس ما نمشي كيما سويت في الجبال. الامر ايضا لم يكن هينا لدى الموظفين اذ تفاقم الضغط لديهم امام منظورهم الملتصقين التصاقا بشبابيك مكاتب الخدمات. إن شاء الله في 2016 إن شاء الله يدخل حيز تنفيذ لاستعمال البطاقات الذكية، وإن شاء الله هذيك اللي تفضلنا المشكل وتحل المشكل الاقتصادي. البطاقة الذكية معناتها يتحسب أوتوماتيكمون البلافون في وسطها، دونك يخلط البلافون زي اللي يستعملها الكارت هذيك بتل فاسون اللي ما عادش يلقى روحه عنده ديباسمون ولا يلقى عنده تجاوز في السقف. ويذكر أن كل من معتمديات الهوارية وحمام لبزاز وفليليا ومنزل اثنين يرجعون بالنظر إلى مكتب منزل اثنين، بينما يرجى فتح بعض المكاتب في إحدى هذه المعتمديات للحد من شدة الضغط والازدحام لهذا المكتب. احتفالا بالذكرى الخامسة للثورة التونسية ثورة الحرية والكرامة وبالتعاون مع بلدية باريس، أقامت بلدية تونس إدارة ليالي شارع الحبيب بورقيبة. شارع الحبيب بورقيبة رمز الثورة التونسية يعيش هذا المساء على وقع الاحتفالات وتحت بهرج الأضواء. هكذا أثير مساء اليوم شارع الحبيب بورقيبة انطلاقا لساحة النصر. إدارة فنية أشرفت عليها نيابة الخصوصية لبلدية تونس بالتعاون مع بلدية باريس التي وفرت دعما لوجستيا وماديا. تظاهرة تجميل الشارع الرئيسي للعاصمة تمت احتفالا بالذكرى الخامسة للثورة. والله احنا حبينا مناسبة الذكرى الخامسة للثورة نشاركوا كبلدية في إحياء هذه التظاهرة هذه الذكرى بالإنارة بالكمينيات. وقلنا على اساس هدايا يقع يعني اناره شارع الحبيب بورقيبة شارع الرمز باناره فنيه تجلب الانظار، وكان هذا الانطلاق وبالتشارك مع بلديه باريس. باريس باريس تحمل شيئا من النور لتونس التي في الواقع لا تحتاج لان ننيرها لانها مدينه مضيئه بطبعها، ونحن سعداء بهذا التعاون بين المدينتين التي تربطهما علاقه متينه. شارع الحبيب بورقيبة يعيش هذه الايام على وقع الاحتفالات بالثورة في ذكراها الخامسه، فرق شبابيه تعرض موسيقاها هو شباب وكهول تحلق حولها وتساعد معها بالرقص والتصفيق. وبمناسبة ذكرى مسيرة 12 من جانتي 11 و2000 بالساقط، انتظم عبد الموسيقي أحيته مجموعة ناشئة من مختلف معتمديات الساقط أطلقت على نفسها اسم أوفر المطر. بهذه اللوحات الصيفية والفوتوغرافية وفق عدد من الفنانين الثورة التونسية ومسيرة 5 سنوات من انقلاب الشعب على الرئيس المقطوع. الثورة هي مدة تاريخية وتعبات، ولكن التاريخ باش اللي جاي بعدنا باش يراو الصور، وخاصة في الصور الفوتوغرافية اللي الناس هي باش تقرا عليها ايش هي الثورة. السنوات هذه مجموعة من الرسامين اللي هم مختلف التقنيات اللي هي معناتها فترة الثورة، يعني كانت كل إنسان عنده
النظرة معناتها ينجم ياخذ صورة معناتها ينجم يوظفها في هذا صور مجسدة الأحداث التي يجهلها البعض عن الثورة وتناساها البعض الآخر أو وقع تناسيها نتيجة الأحداث التي عرفتها تونس خاصة منها الإرهابية وتعقب الحكومات ما بعد الثورة. ثم عجبوني ياسر أنا لو حاب أن أتعبر عن الثورة وعندها معنى كبير. لكن يظهر في الشباب اليوم بعيد عن البحث خاطر ثم هذا هو خيبة أمل حقيقة والثورة الإنسانية. بالنسبة لبعض الناس ما جبتلهم شيء. هي كانت شعارات حرية كرامة شغل ولكن وقت اللي قرا الناس ووعدوهم السياسيين وعدوهم بالأشياء هذه هي ما جبتلهم شيء. اليوم رغم منعزلين حتى على الجنود وكثرة الأحزاب اللي هي ما قدمت شيء، اللي واحد ما قدم شيء. بمعرض الصور يجسد من حمد من ملاحم تونس. عرض بعض الفنانين أحياء الذكرى الخامسة للثورة التونسية وحفلها باعتبارها جزءا من الذاكرة الوطنية. وكان هذا الفرصة عن معرض توثيقي وتشكيلي شارك فيه الفنانون في الاحتفال بالثورة التونسية وإليكم الآن الفرصة من الساحة الخاص بالاحتفاء بذكرى مسيرة 12 من جانفي 11 و 2000 في مروحة من الطرب والوطن اكتشف الحاضرون في هذا الحفل أصواتا شابة